نيجي بقى للإضافات اللي هي قبل الزراعة، الإضافات اللي هي قبل الزراعة، سواء كانت إضافات عضوية أو سماد عضوي أو سماد معدني زي ما أنت شايف كده، تمام؟ طيب لو السماد عضوي يا جماعة ليه مصادر؟ إيه المصادر بتاعته؟ مصادر مختلفة. أول حاجة ممكن يكون كومبوست، الكومبوست ممكن يكون كومبوست نباتي، ممكن يكون كومبوست حيواني. لاحظ إن إحنا بنتكلم النهاردة عن 1000 نبات، اللي بيحتاجوا 1000 نبات يعني بيت صغير، يعني اضرب أنت بتاع الفدان في 5، تمام؟ اضرب أنت بتاع الفدان في 5، ليه؟ إن 1000 نبات الفدان فيه 5600 نبات، تمام؟ فاضرب أنت في 5. لو عندك فدان هتضرب 3 × 5 ب15 طن نبات، بتزيد في الحيوان، النباتي افضل من الحيواني والنسب فيه بتكون عالية، تمام؟ ويبقى متصنع. بس اهم شيء في القصة دي بحالها خالي من بذور الحشائش والنماتودة، كلمة سخيفة بتتكتب عند الجماعة بتوع المعامل وبنلاقي برضو الحشائش وبنلاقي النماتودة. امال يعني النماتودة جت منين؟ في ارض صحراوية لأول مرة تزرع، ولا الحشائش جت لها منين؟ المهم نيجي على الدواجن. عندك الدواجن ممكن يكون عندك دواجن دجاج وممكن يكون عندك بط، تمام؟ الدواجن ممكن 2 طن لل1000 فدان، بالنسبة للبط برضو بتكون في حدود 2 طن. لو سماد بلدي أبقار أو جاموس أو خيول أو أغنام ممكن تكون 5 طن لكل 1000 نبات، تمام؟ لكل 1000 نبات بتزيد في السماد البلدي. ليه؟ السماد البلدي دائما بيكون فيه فرشة يا جماعة، بتضاف له تراب والنسب بتكون قليلة فيه. كل ما زاد نسبة الإخراج من الكائن الحي كل التركيز بتاعة العناصر ما بكون قليلة فيه، تمام؟ ندخل على الحمام. الحمام صعب ان احنا نضيفه في الاراضي الجديدة لاول مرة تزرع. ليه؟ لان لو حبيت احط كمية كبيرة الكمية ده هي هتكون غالية في السعر بتاعها، هتكون غالية في السعر بتاعها جامد. كمان انت ما بتلاقيهوش. كمان لو حبيت تحط كمية صغيرة في ارض اول مره تزرع هتلاقي اصلا النسبه مش باينه، يعني اللي هتحط كام، هتحط طن في فدان مش هتلاقي النسبه اصلا باينه خالص، تمام؟ فبالتالي الدنيا ممكن بتكون صعبه يعني معاك شويه، تمام؟ النسب دي يا جماعه على حسب مقدرتك، ممكن تزود وممكن تنقص منها، تمام؟ يعني ممكن تنقص منها التلت ما فيش مشكله، ممكن تزود عليها الربع او التلت ما فيش اي مشكله خالص، هو مش قران يعني، قلناها مليون مره على حسب. بس لاحظ لو السماد العضوي بتاعك كويس مع الخلطة اللي انت هتحطها كويس، والله اعتقد ان هي تقريبا يعني مش هتحتاج الا الحاجات لا تذكر بالنسبة للأسمدة خلال موسم النمو بتاعك، تمام؟ طيب هنيجي للسماد المعدني يا جماعة. اضافات ما قبل الزراعة، احنا عندنا شوية عناصر، عند النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والمنجنيز والزنك. هنحط المصادر ده هي يا جماعة. هنيجي على النيتروجين ونحط سلفات نشادر 15 كيلو للالف للبيت الصغير او الالف نبات ما فيش اي مشكلة خالص، تمام؟ هنيجي على السوبر فوسفات هنحط 50 كيلو جرام للألف نبات، يعني الفدان هتحط له 250، قد تزيد وقد تقل النسبة ده هي زي ما قلت لك مش قرآن. بالنسبة لي ممكن نحط داب، ممكن نحط داب، يبقى النص الكمية بدل ما هي 50 بالنسبة للسوبر فوسفات، لا في الداب نخليها 25 كيلو جرام، تمام؟ يعني لو انا ما حطيتش فوسفور واستبدلته بداب كفاية قوي 25 كيلو جرام. وكمان بنلغي سلفات النشادر لان نسبة الامونيا سلفات الامونيا اصلا في الداب بتكون تقريبا 13% 18%، فبلاش لو هنضيف داب يبقى بلاش نضيف سلفات النشادر وبلاش نضيف السوبر فوسفات، تمام؟ نكتفي بالدبل لوحده 25 كيلو ما فيش اي مشكله خالص، تزيد ل 50 كيلو يعني هو مش قران زي ما قلت لك، كلنا بنجتهد يعني، تمام؟ تعال على البوتاسيوم، سلفات بوتاسيوم بنحط 15 كيلو، يا ريت يكون محبب يا حضرات، يا ريت يكون محبب. ليه؟ عشان ما يتحللش بسرعه ويقعد يدي النبات خلال موسم النمو يعني، تمام؟ المغنيسيوم سلفات مغنيسيوم 5 كيلو جرام، الحديد نحط سلفات حديدوس 5 كيلو جرام، المنجنيز نحط 5 كيلو جرام منجنيز، يعني الفدان لو حسبتها تلاقي 25 كيلو، يعني 25 كيلو للفدان، يعني شكارم اللي هي او الكيس اللي هو 25 كيلو. الزنك هنحط سلفات زنك 25 كيلو للفدان 25 كيلو، تمام؟ لاحظ ان احنا بنقول 1000 نبات، تمام؟ طيب احنا حاطين سلفة كتير، يعني سلفات نشادر
فيها صلفة، صلفة يعني كبريت، صلفات بوتاسيوم يعني كبريتات بوتاسيوم، صلفات مغنيسيوم يعني كبريتات مغنيسيوم، صلفات حديدوز يعني كبريتات حديدوز، صلفات منجنيز يعني كبريتات منجنيز، صلفات زنك يعني كبريتات زنك. طب ما الدنيا كلها كبريتات اهي، هنحط كبريت تاني؟ والله عايز تحط تحط، مش عايز تحط ما تحطش، انا ما برجحش بصراحه يتحط من الاخر خالص. الجماعه اللي بيقولوا دول ده الكبريت هيعمل لي مشكله بالنسبه لي، هيعمل لي هيطهر لي الارض وهيعمل امراض، الكبريت لا بيشيل امراض ولا بيعمل اي حاجه خالص. سيبك انت من القصه دي، قد يكون الكبريت اي نعم يخلي الوسط حامضي وبالتالي يساعد مع الصلفه دي كلتها مع الماده العضويه في تحليل الماده العضويه ويجعل الوسط بتاع النمو بتاع النبات حامضي الى حد ما او في حدود التعادل، ما فيش اي مشكله على راسنا من فوق. اما ان هو يطهر امراض والكلام ده كلته، ما كناش احتاجنا لليونيفورم والحاجات المطهره التانيه دي. تمام، اظن اعتقد ان هي اتفهمت كده. خش على اللي بعده. احنا ليه بقى حطينا كل الـ الحاجات بتاعتنا حطيناها، الاسمده المعدنيه بتاعتنا حطيناها في صوره صلفه؟ ليه حطيناها في صوره صلفه؟ عشان الصلفة بطيئة في التحلل شوية، دي رقم واحد. رقم اتنين قلنا عشان صلفة يعني فيها كبريت وبالتالي يخفض البي اتش بتاعي. طيب ليه حطينا سلفات امونيا برضو، امونيوم صلفيت؟ حطناها برضو عشان الشحنات بتاعتها موجبة، فبالتالي صعب ان هي تتغسل مع مية الري اثناء التخمير او في فترة الزراعة اللي بنحط مية كتير فيها. تمام. ليه المادة العضوية؟ اخونا بس اللي هو كتيب المسكة وحاجة زي كده بقول لي دي بطلت من زمان، خلط العضوي بالمعدني ده بطل من زمان للأسف الشديد يعني. من وهو مش بطلناها، هو التبطيل بتاعها جاء من حاجتين. أول حاجة الفلاح عندنا أو المزارع عندنا تم كسلان. رقم اتنين ان هو اساسا لا يعنيه صحة اي حد، مش فارقة معاه، المهم هو انتاجية وخلاص. مع ان احنا اساسا يعني الاراضي حتى القديمة عندنا في دلتا مصر ابتدت تحتاج لعناصر صغرى، لانك انت اساسا ما بتضيفش مادة عضوية، وابتدت تحتاج بوتاسيوم، ابتدت تحتاج يعني عناصر معدنية بصورة غريبة الشكل. تمام. فالمادة العضوية يا معالي الباشا مش قصة ان هي اننا تتعوض بمعدني، لا يمكن طبعا تتعوض بمعدني، وهقول لك ليه. لو انت بتزرع حضرتك في ارض لسه لاول مره تزرع، هل هتقنعني انك انت هتزرع بدون ماده عضويه؟ لا يمكن طماطم تنفع من غير ماده عضويه، الارض بتزرع لاول مره. ممكن بعد ما بنضيف اضافه واضافتين تنفع الطماطم، ما فيش اي مشكله، ولكن لاول مره تقريبا المحصول بيكون زيرو. وانا طبعا كانت الرساله بتاعت الماجستير بتاعتي في جامعه المنيا عام 2012 في قسم الاراضي، حضرتك لو رحت المحافظة أو رحت محافظة بجامعة المنيا في مكتبة في المكتبة بتاعت الجامعة بتاعت المنيا هتلاقي الرسالة، والرسالة أساسا كانت بتتكلم على الأسمدة العضوية والأسمدة المعدنية. وفي 108 معاملة تقريبا أنا عملتهم، والديزاين بتاعهم زي ما أنت شايف كده، 108 معاملة أنا عملتهم كانت أفضل معاملات اللي هي فيها المادة العضوية. فده شيء يعني إيه خلصانين منه خالص. تمام. المادة العضوية مش بنحطها بهدف إن أنا أحط عناصر غذائية، لا، المادة العضوية هي أول حاجة بتمسك العناصر الغذائية اللي معاليك بتضيفها، اللي زي النترات وزي البوتاسيوم وزي الفوسفور. المادة العضوية معاليك بتغير القوام التربة من القوام الرمل الهش اللي ملوش لازمة إلى قوام رملية طمية أو بيبقى فيها القوام بتاعها كويس، وبالتالي الخواص الفيزيائية للتربة، القوام بتاعها والنفاذية والتهوية، كل ده بيجي منين؟ بيجي من المادة العضوية. المادة العضوية معالي الباشا هي أول حاجة بتكون نشط كيميائيا في الأرض، لأن الأراضي عندك الرملية ولا لها أي لازمة أساسا. الأجانب متفوقين علينا معاليك لأن أراضيهم عضوية، لأن الكساء النباتي عندهم كتير، أنت ما عندكش للأسف الشديد كساء نباتي. العالم كله بيرجع أساسا للعضو علشان صحة المواطنين، اللي هي بتكلف فيروسات وبتكلف كبد وبتكلف فشل كلوي، كل الحاجات دي دمار شامل. العالم كله بيرجع للعضوي وحضرتك بتقول لي موضة بطلت، وكأنه كان شارلستون ولا بسموه إيدي. تمام. فالمادة العضوية
هي اول حاجه بتريحك. الماده العضويه بتخليك حتى لو انت قصرت في المعدني بتخليك نايم رجل على رجل. حضرتك ده ماده عضويه، تخيل النبات ده هو كم يوم؟ والله 29 يوم. ده ماده عضويه 29 يوم. لا اعتقد ان يكون في نبات 29 يوم بالطريقه دي، ولكن معدني ما عضوي حاجه ولا اروع. اذا كان العالم متجه كله الزراعه العضويه فاحنا بلاش زراعه عضويه، يا ريت نخليها نص عضويه. نص عضويه بايه؟ بان احنا نحاول نحسن نفسنا في قصه العضو ده، هو هتلاقي نفسك زي الفل. اضافه الماده العضويه اهم يمكن عندي انا من اضافه الماده المعدنيه، العناصر المعدنيه. ليه؟ انا عايزك تروح وتعمل خطين كده، جرب معلش يعني، معلش اوس على راسك، جرب مره، تعال على نفسك عشان خاطري ماشي، تعال في مره كده واطلع في ارض ما تزرعتش خالص، وحط في خط، في خط من الخطوط حط ماده عضويه وما تحطش معدني خالص، وحط في الخط الثاني معدني وما تحطش عضو خالص، وشوف القصه هتعمل ايه. ليه؟ لان في رسالتي كانت الكنترول عندي زيرو ماده عضويه، زيرو مادة عضوية، وكانت 50 نيتروجين ومية نيتروجين ومية وخمسين نيتروجين، للأسف كانت زيرو في ال يعني حاجات كده كانت يعني لا تذكر محصول بتاعها، يعني مش متذكره، ولكن لا تحصل، مع إن المعاملة اللي كان فيها 30 طن